الناس توريزم بلانا في الجزائر، في الجزائر خاص في العاصمة، لاخطرك حنا حاقرين البلاد هذه بزاف، حنا مواليها حاقرينها بزاف، وزيد ما الناس شعب متول يعني شعب مثقف اللي يعني ينجم يقبل توريزم. مكاش سياحة، مكاش سياحة هادي في الجزائر، مكاش لا غالب، مام لي زوتيال، لي زوتيال هنايا كاين غير لي زوتيال تاع عباد عندهم دراهم، ما كاش لي زوتيال تاع الطبقة زوالية شوية متوسطة يعني. احنا هنا ما يجيوش لهنا، هكذاك ما يصيبوش الراحة تاعهم، ديجا كلش ما لي زوتيال غاديين، الماكلة ما كاش والاخر ما كاش، هكذا باش نجيب خبزة نروح منا الكلير فال حتى البيار باش نجيب خبزة. كيفاش يجيك توريزم لهنا؟ يا اختي بيس حنا نظام في بلادنا ما كاش، انتي باش تجيبي دي توريست هنا في البلاد وتحطيهم هكذا، بوسي ما كاش تجيبيهم سراقين معمارين. تنظيم ناقش اختي هكذا، ما مسؤولين لهنا، المسؤولين ماشي حاطين السياحة بزاف، حاطين زعما البنيان، حاطين زعما الإعمار، زعما بصح السياحة شغل ماهمش دايرين لها شغل قيمة اللي يقدر يدير بها سما يطلع بها البلاد، وما علمهمش بلي هي السياحة هي اللي تقدر تطلع البلاد. مالك عندنا الصحراء ما شاء الله، عندنا بشار تاع من راس، عندنا بزاف بلايص حنا في الجزائر ما شاء الله، هكذا اختي. علاه ما يجوش هنا للجزائر؟ بيسك عندنا شغل، ما نقدرش كيفاش نفهمك، بزاف عفايس ما تقدريش ديريهم هنا في الجزائر. شوفي لي زوتيال ما تحكيش على لي زوتيال، ما درنا والو هكذا، سراقين هكذا، اسمها هذه اللي توريس علاش ما يجوش للبلاد. تمشي غير بالمعرفة، يمشي كلش بالمعرفة، دراهم تحت الطابلة، لي بلاجام رايحين كاع هكا تحت الطابلة، كلش تحت الطابلة، ماشي غير لي بلاجا، بليزير دي زوندروا هكا كاع يخدمو غير بدراهم اور لا لوا، كلش اور لا لوا. السياحة ما فيهاش سياحة، كاين بلاي شابين، كاين سكي كدا، كاين وهران النابة، لا غالب ما كاش. شوفي ديت حاجة الأولى غايلك جاردان، شوفي الوساخ، شوفي منا كيفاش حبيت تكون سياحة في الجزائر، شكون يجوك لهنا؟ لي زيميغري يجوك لهنا يبداو يجلسيو فيهم، يتبلاو في البنات تاعهم.